جرت في قصر الصخير هذا اليوم مراسم أداء الوزارة الجديدة اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث استقبل جلالة الملك المفدى يده الله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقدم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعضاء الوزارة الجديدة إلى جلالة الملك المفدى بعد صدور الأمر الملكي السامي بتكليف سموه بتشكيل الحكومة، حيث أدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة العاهل المفدى حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، ونؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لأداء القسم نائبا لرئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. تفضل سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة لأداء القسم نائبا لرئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أدي أعمالي بالأمانة والصدق. تفضل سعادة السيد جواد بن سالم العريض لأداء القسم نائبا لرئيس مجلس الوزراء. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. تفضل معالي الشيخ خالد عبد الله آل خليفة لأداء القسم نائبا لرئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. محمد بن إبراهيم بن طوع لأداء القسم وزيرا لشؤون مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة،
وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد لأداء القسم وزير للخارجية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي معيمي لأداء القسم وزيرا للتربية والتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزة لأداء القسم وزيرا لشؤون الكهرباء والماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله لأداء القسم وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة لأداء القسم وزيرا للنفط. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة لأداء القسم وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد عصام بن عبد الله خلف لأداء القسم وزيرا للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد جميل بن محمد حميدان لأداء القسم وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.
يتفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد لأداء القسم وزيرا للمواصلات والاتصالات. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم بالدستور وقوانين الدولة، وأن أذول عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر لأداء القسم وزيرا للإسكان. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد غانم بن فضل البعينين لأداء القسم وزيراً لشؤون مجلسي الشورى والنواب. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. تفضل السيدة فايقة بنت سعيد الصالح لأداء القسم وزيرة للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني لأداء القسم وزير الصناعة والتجارة والسياحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي لأداء القسم وزيرا لشؤون الإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة اللواء الركن عبد الله بن حسن عيمي لأداء القسم وزيرا لشؤون الدفاع. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل السيد أيمن توفيق المؤيد لأداء القسم وزيرا لشؤون الشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.